يوم جديد وكيك جديد، وهذا الكيك طلبت مني متابعتي ان ابعت لها اياه قبل بيوم من العيد بمناسبه عيد ابنها. طلبت شيء وحيد، انه بدها على الكيك خروفين، يمكن لانه عيد الاضحى حست انه بيكون مناسب لهذا العيد. طلبت كمان اني احط لها عليه هابي بيرثدي كريم. فاول شيء عملت الكيك باللون الازرق الفاتح، وبلشت احط عليه الغيوم بعجينه السكر، وهو الاسياج اللي بيكونوا بالمزرعه اللي عملناهم باللون البني. وانا عم غير محل الغيمه حطها من فوق، لحط من تحت سياج باللون البني، وحدا حطيت واحد باللون الابيض ليعطي هيك كونتراست على الكيك حلو. وهلأ بدي بلش حط الخروف. حطينا اول خروف، ليكو شو طلع كيوت ومهضوم. ومثل ما قلت لكم طلبت مني اني احط لها هابي بيرثدي كريم، فعملت لها اياها بعجينه السكر ولونيها بالذهبي. وهلا صار وقت اني احط الخروف الثاني، وكتير كتير طلعوا كيوت مع بعض. بس حسيت ناقص شي الكيك، فقصينا بعجينه السكر باللون الاخضر.